نطالب الرئيس السيسي حفظه الله ان يدي لنا طائرات تصلنا لاهلنا. ايوه هذا قدوة. احنا عرب مسلمين اخوان حق العروبه وحق الاسلام، يرجعونا لبلادنا وبس نموت فيها ونحيا. مطالبنا العوده الى اليمن، اصحاب السفير والقنصل والذي المسؤولين الذي في السفاره اليمنيه اهانونا وشمتوا بنا ولا عبرونا. ما عبرونا الجاليه اليمنيه بكاملها والسفير بكله، ما عبرناش خالص. احنا نريد العوده الى اليمن ونموت في ارض بلدنا. نشتري رجال موطن، احنا حق الايجار الشقاق كملت علينا الفلوس، نشتري رجال الموطن حقنا بلادنا. نقول للسيسي الله والنبي رجعنا بلادنا والامم المتحده. والان نريد بالسيسي بالتدخل معنا ومجلس الامن ومجلس الامم المتحده وجميع المنظمات وان يفكوا علينا الحظر، الطيران او البحر او الجو، اي مكان. ما بالله دكتور، احنا خلانا عنده في السكن، ما معنا بلي لا غذاء ولا معنا حق السير ولا حق الجي. بنتنا تاعب ونشتي نضوي على بلادنا جهالنا وكلنا ولا حاجه والله. نحن نشتي نرجع بلادنا، لا معانا زلط ولا معانا مسكن ولا معانا، نحن هنا قاسم في الشارع ولا عملوا لنا حل ولا ادوا لنا حاجه. بايش نسوي احنا وجهالنا في الشارع؟ نريد ان نعود لليمن، لا نريد شحته من المسؤولين ولا شيء، نريد سفر الى بلادنا، لا نريد شحته باسماءنا، نريد سفر فقط. شوف السفاره دي عندنا والله فاشله فاشله فاشله. السفير 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 فاشله. احنا نشتي بس يودوا احنا لبلادنا، ما نطلب الرجاء الرجاء. احنا نطالب بعودتنا بتوفير لنا المواصلات الامنه للعوده الى بلادنا، لا نريد من هؤلاء لا يشحتوا باسمنا ولا يطلبوا، ولا الشعب اليمني شعب يريد ان يعود الى اهله للعيش او يموت في وطنه.